في زمن فيروس كورونا المستجد، يشكل غسل اليدين معضلة فعلية في مدينة صفيح في بوغوتا، حيث تنقطع المياه بانتظام. تعيش يمي مارتينيز بصعوبة في أحد الأكواخ المصنوعة من الخشب المتراصة عند أقدام جرف في حي سويداد بوليفار الفقير في ضاحية العاصمة البالغ عدد سكانها 8 ملايين نسمة. Nosotros nos sentimos mal por no podernos bañar todos los días, por lo menos por el agua, porque no nos llega todos los días igual. يمي تتشارك مع زوجها وطفلهما الذي يبلغ 6 سنوات ووالدها غرفة واحدة فيها 3 أسرة وجهاز تلفاز قديم وخزائن متهالكة، ولا يتوافر في الكوخ أي حوض لغسل الصحون أو مغسلة لليدين، ويقتصر المطبخ على زاوية مجهزة بموقدة غاز صغيرة. ¿Cómo nos vamos a ir a comprar un tarro de alcohol si necesitamos primero comer que asearnos, sí? Yo no puedo dejar de comprar una libra de arroz para ir a comprar un tarro de alcohol para limpiar a mi hijo. وسجلت في كولومبيا أكثر من 29,000 إصابة بفيروس كورونا المستجد مع 900 حالة وفاة منذ 6 آذار مارس، وقد سجلت أكثر من 30% من الحالات في بوغوتا.